يتدفق النهر نحو الآفاق، لكن البحر يأخذ الذكرى ويمنحها، والحب بدوره يأثر النظرات باستمرار، لكن ما يبقى يؤسس الشعراء. فريدريش أودرلان الشاعر المسائل دوما لماهية الشعر ولنداءاته المضيئة لهذا العالم. كتب الكثير عن هذا المقطع الذي أصبح عنوان للشعر الألماني الحديث، وصنف هودرلاين انطلاقا من نصوصه في مرتبة الشعراء الوجوديين الذين يهتمون بقضايا تهم الوجود الإنساني أو ما يسمى بالكينونة. فما يؤسسه الشعراء فعلا هو الكينونة انطلاقا من اللغة التي تصبح مسكنا للوجود، ومن هنا يصبح الإنصات للقصيدة إنصات للكينونة على حد التعبير الفيلسوف مارتن هيدجر الذي يعد أكبر مفسر للشعر هودرلاين. القول الشعري عند هودرلاين ليس مجرد كلام مقفى وموزون، وليس مجرد قول يقال في فم الصفق، بل هو حدث تأسيسي وتسمية يقظة للوجود